الجميلية، الادخار، الدرعية وغيرها من الأحياء في محافظة الرقة تعاني من نسبة دمار تتجاوز 80%. نعاني بالحي من مشكلة الصرف الصحي، سيء جدا جدا، ولا حياة للولادي. أنا رفعت كتب من أكثر من شهر ونص عم أطالب البلدية والصرف الصحي بالعمل عليه، ما حد عمل عليه خالص. إلا أن هذه المشكلة ليست الوحيدة، فبعد هطول أول قطرة مطر في المحافظة تحولت شوارع المدينة إلى سيول تتخللها رائحة المياه الآسنة بسبب تراكم النفايات والدمار في الشوارع، بالإضافة إلى تضرر شبه كامل في شبكات الصرف الصحي نتيجة المعارك التي شهدتها المنطقة. بالنسبة للأمور الخدمية وخاصة الصرف الصحي معدومة، لأنه ما بلش الشتاء والأمطار إلا ولقينا الأمطار، طبعاً الأمطار بالشوارع سائلة والمجروح طبعاً أغلبها مسطمة، فتحتاج إلى طبعاً معالجة هذا الأمر. طبعاً نحكي أن الركام وعدد نسبة الدمار بالمنطقة 80% بالجميلية. عندنا مشكلة الصرف الصحي، مشكلة طبعاً إحنا بالصيف نعاني منها مع مساعدة البلدية، ولكن مو مقدين العدد الضرر الموجود بالمنطقة. فإذا طلبنا يعني من أي لجنة مختصة بالأمور هاي تجي تساعدنا بالصرف الصحي، لأن مقبلين على الشتاء، والشتاء راح يكون نسبة الأوساخ به زايدة والمياه العكرة والأمراض، خاصة موجود أطفال، موجود نساء، يعني عندنا مشاكل كثير راح تتطرق عليها تشويه، ممكن جيل كامل يعني من وراء الأمراض. يعني الأهالي اليوم يعانون من قلق انتشار الأوبئة والأمراض، لا سيما تأثيرها على أطفالهم الذين يعيشون في مدينة ما زالت تغمرها جثة وبقايا حرب تحت البيوت المهدمة. فهل من مغيث لأهلنا في الرقة لإيجاد حل لمشكلاتهم الخدمية؟